بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فها نحن اليوم في محافظة سرار ومعنا رئيس الإقليم ورئيس لجنة الإغاثة في البلد في هذا الإقليم. فها نحن اليوم حركنا قافلة جديدة وهي قافلة سقي الماء مكونة من المياه الصالحة للشرب في هذه الصهاريج التي وراءنا، ومعنا أيضا خزانات المياه. لما رأينا الناس المجتمعين في المخيمات وليس عندهم ما يسكبون فيها الماء وأردنا أن نسقيهم، شرينا لهم 10 من خزانات المياه، كل خزان يسع لي 10 برميل. فقبل أيام جئنا هذه المنطقة ووزعنا فيها المواد الغذائية التي هي من الأرز والدقيق والسكر والتمر والزيت. فحاجة هذه المنطقة لا تنحصر، بما أن الناس طال عليهم القحط والجفاف لمنذ 3 سنوات. لذلك اليوم حركنا هذه القافلة لعل تخفف شيئا من وطأة هذا الجفاف الذي أصاب هذه المنطقة. فإن شاء الله تعالى هذه الصهاريج التي ترونها وهي ستوزع على المناطق التي هي المجاورة لهذه المنطقة في هذه المحافظة. وهذا الذي أمامنا هو مخيم الذي تجمع فيه ناس نازحين من الأرياف البعيدة بعد أن هلكت وذهبت مواشيهم. هنا بئر، لكن هذا البئر ماؤه ماء غير صالح للشرب لأنه حامض. ولذلك هنا قررنا أن نسكب لهم الماء في الإناء المجهز الذي جهزته لجنة الإغاثة ورئيس ومسؤول المنطقة. وجزاكم الله خيرا والله يحفظكم ويرعاكم. فالآن أحول إلى الإخوة الذين معي ليلقوا كلماتهم باللغة الصومالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وأنا كان يسكون نمي أنتي وحنا سوكر تسيها هذا النجاح شيخ إسماعيل يا جروب كيسة وحنا كجدون الدق بيوت ورنتي دتك ديجان كن جوال كسرار أما دتك لجارسين دوني كام كدجان آدي 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 كم مهمة ما هم مركي كوات أن لوا عشا كهرنا وحي راشين في عن رنتي كو قيبيين ميلاك هم لجوال كان آدي 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 كم مهد نغينا علماء إيه هيدا النجاح الدجان كيجان كوات دهوش جرمتك إيجا يعدي صوب عيسان مسلمين إيه هنتدني كتمي وان الحمد لله إن إلهي ميسان كحسنات كهيدين كدرو أنا نقول أول نكح جدوني وأنا ما تنتهين ما أنت واحد نسوق عرسين بيو يتنجيد بيا لقش بلاها لو هذا سوى ورنتي لو عادي عادم مهمة وضدك ديجان كن شو عادم مهمة وأنا ودي كم هاد علينا وأنا ما تنتهين إلهي إيمان إيمان واسع هيدم كسوق إذا كي ضدك هنتين نسوق دي بقى إلهي نوح نكبرينا رحمة دقدقة إلهي وحنا نكبرين رحمة دقدقة إلهي وحنا نكبرين رحمة دقدقة اللي وصار مركوب ورسا إلهي ذا إنه بعد علينا له الحمد لله رب العالمين. ما أنت واحد نشوفنا تسأل الله شيء جاي تجمد وذا بقو أيام نشوفنا كم كم بدأ تجمد وذا بقو نشوفنا وحنا كيف قدوني هو كنا قرضا هذا النجاح أو بيو طبعا بودود يو طبعا تانجيو هذه وحطر الدورة ومضا بيانا وحلو قيبي كبر كسرار قبها وقاري وحيو قارو ايا لو قيبي قوان و ايا لو قيبي دي دابارا و قيبي السي هوها وحنو قم هاد علينا لنا مركا اللبادي جوابتا اللبادي سوف عيين عيين شخص ما عيلي قروب كيسة ادي كسو سو صارتين كنتين وحي ميزانك حسنات كاي لهاي هاو قدرو وحن مر لباد هوها العرب كل فن لها ما ننتي هو روحا نوقع بن الراشيكي لما ملوت او هيجلو يو قرر يعني نضد كباهيدا تكودي دي تشري ان شاء الله بدم الله كريم ويكون فرحين انا ورا وان وقم هذا علينا ما انت مر لبعض بانو ما هذا علينا ما دار جواب لبعض وباهيدا ضد كاي نوعا اي كسو جوابين وانا لو باهنا ويل وحلو شفتو
ولو بانا بينو وضروري ومرة ما لقى بعض المايو إيه وحنا مرة بعد لين هاي بعيد وما أنت وما هي إلى هاي هي نجسوا تبي إسرائيل والله بريني إيه الله هي نجسوا تبيه أو خير الله هي نجسوا دك دكو خلاص كي ما أنت وين دور تاعي إلى هاي وحنا كبرنا مد خير قبا إنه إلى هاي نجسوا فرت دبعت هذا ما أنت إنه قاعد تكو هاي إنه